هيئة خاصة للحج والعمرة تضم كل هذه الشركات، بصراحة تضم حج القرعة تحت مظلتها؟ طبعا في مشروعات كثيرة، أنا أعتقد أنه ده أحد المشروعات اللي بيتبناه الشيخ علي جمعة مفتي الديار. الحقيقة يعني هو مشروع يجب دراسته. إن لم نتمكن على الأقل من تنفيذه، أنا أتصور في الأجل القصير، أنا أتصور أنه الحج السياحي يجب نظامه أنه يتغير، نظامه يتغير بحيث أنه بما يتيح أولا تخفيض تكلفة رحلة الحج بنسبة كبيرة جدا، وبما يتيح عدالة أكبر في توزيع تأشيرات الحج. تأشيرة الحج موجهة للحج، مش رايحة للشركات، مش لله. هي النهاردة بتوزع على الشركات، ده غلط. بس نسبة بتوزع على الشركات، مش كل يعني في نسبة لحج القرعة، نسبة لحج الجمعيات، ونسبة للشركات. شوفي مصر، مصر نصيبها 80,000 تأشيرة، 30,000 بيروحوا للقرعة، 30,000 بيروحوا للسياحة، 15,000 15 للجمعيات، للجمعيات وخمسة للمؤسسات الأخرى. فأنا بتكلم عن الحج السياحي اللي أنا يعني وزارة السياحة مسؤولة عنه، بتوزع التأشيرات من خلال الشركات، والحقيقة ده غلط. أمال إيه الأصح؟ الأصح إنه يتعمل قرعة، قرعة بين على الشركات؟ لا لا، قرعة بين الحجاج الذين يرغبون في الحج. فزي ما بتعمل قرعة لوزارة الداخلية، في وزارة الداخلية تعمل قرعة لوزارة السياحة على مستويات مختلفة من الحج، الخمس نجوم والأربع نجوم، ثلاثة نجوم ألف، ثلاثة نجوم ب، كل مستوى يتعمل له قرعة بحيث إنه الحج يحصل على التأشيرة لو وفق في القرعة، ياخد التأشيرة وهو يختار الشركة اللي هتنفذ المستوى اللي هو عايز يدخل فيه، والشركة في داخل هذا المستوى. بصراحة شايف ان حج القرعة يجب ان يخرج من وزارة البنيات ووزارة الداخلية، ويروح طبعًا بقى لوزارة السياحة لتنظيمه بشكل اكثر كفاءة. شوفي وفقا للقانون ووفقا للاحكام القضائية، شركات السياحة هي المسؤولة عن تنظيم الرحلات، رحلة الحج. فالمفروض ان وزارة السياحة وشركات السياحية التي تكون مسؤولة عن تنظيم الرحلة ذاتها. مش قادر اتخيل ان وزارة الداخلية تنظم رحلات، مش قادر اتخيل ايضا ان وزارة التضامن الاجتماعي او بتاع تنظم رحلات. يعني ده بيؤدي للمشاكل اللي عندنا بقى. طبعا في اول اجتماع ليا في مع الهيئة او مجلس لجنة الحج العليا، قلت لهم لما تزعلوش مني، انما دي لغوصه لغوصه. ايه اللخبطه؟ يعني في حاجات كتيره لازم تتعمل في الحج للارتقاء بمستوى الحج، بما يكفل مزيد من الاحترام للحج، مزيد الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم له، وتخفيض اسعار الحج. ده حقيقي يعني. حتى على فكره حتى بما فيها حج القرعه يعني طبعًا برضو اسعاره تعتبر مرتفعه على هذا النوع من الحج. حصرتم عدد المتضررين في قطاع السياحه من وقت الثوره يعني؟ لا، انما القطاع واسع جدا، يعني المتضررين كتار جدا، والشركات السياحيه بتئن، والمرشدين السياحيين بيئنوا، والفنادق بتئن، والأسواق التجارية والمحلات التجارية بتأن. القطاع الحقيقة للأسف الأزمة كبيرة، والاستثمارات اللي اترمت في هذا القطاع كبيرة جدا، وربنا يخرجنا من الأزمة. متى يعني أنت شايف إمتى ممكن يتعافى قطاع السياحة؟ حضرتك بتكلمني على إشغالات، بس يوم ما الشارع يهدى. أنا أؤكد لك، هقول لك حاجة، مصر بلد عظيمة، مصر ملهاش في هذا الجزء من العالم ملهاش بديل في الشتاء. أكرر، ملهاش منافس في الشتاء. المنافس الوحيد اللي هو على بعد 4 ساعات من كل عواصم الأوروبية
هي جزر الكناري ومفيش وجه اديك قلتيها، مفيش وجه مقارنه بين مصر. مش حلوه بصراحه طبعا، فيهاش حاجه انا روحت مش حلوه، ما فيهاش حاجه ابدا. الشواطئ المصريه اجمل بكثير، البعد الثقافي طبعا غير متاح الا في بلد زي مصر. مصر ملهاش بديل في هذا الجزء من العالم، في الاميسفير ده ملهاش بديل. بتقلق من الاحزاب اللي بتيجي او من مرشحي الرئاسه اللي بيجوا يتكلموا طبعًا على طبعا مش انا اللي بقى السياحه الشاطئيه مش أنا. على فكره ده يعني ده دليل على جهل، يعني ما تاخذنيش انا اسف في 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 باستخدام هذه الكلمه، وقد اكون حاد زادا اللزوم، انما في دول عندها بترول وفي دول عندها طبيعة خلابة وتاريخ وعمق تاريخي رائع وثقافي رائع. هو ده بترولنا، بس الفرق ان البترول هيندب يوم من الايام. انما احنا مش هتندب لو احترمنا البيئة وحافظنا على تراثنا التاريخي والحضاري هذه الثروة لن تندب. فان اقول ان انا مش يعني مش عاوز سياحة، قالوا مش عايزين سياحة شاطئية، دي وإحنا نجيب سياحة من دول ماليزيا وما إلى ذلك ونعمل سياحة علاجية. تمام، لو هيقدروا من هذه السياحة يولدوا دخل قد يصل إلى 40 مليار أو 50 مليار دولار أهلا وسهلا. إنما أنا أعتقد أن السياحة الحالية لو أتقن تخطيطها وتنفيذ هذا التخطيط، أنا أعتقد أنه في أقل من 5 سنوات ممكن أنه يرتفع الدخل من السياحة إلى 25 مليار دولار، وأعتقد أنه في 10 سنوات ممكن هذا الدخل يصل إلى 50 مليار دولار. لو جاء مجلس شعب أقر قانون بتضييق السياحة، منير عبد النور هتستقيل؟ طبعا لا، يعني هقعد أعمل إيه؟ ده قطعا مش محل بحث. بس انت مش حاسس ان ده ممكن يحصل ولا قلقان ان ممكن لا يحصل؟ وارد، كل حاجه وارده، كل حاجه وارده. انما لو حصل هقول لك انه هذه التجربه ستكون مؤقته. انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما بستمتع بصراحه بالحوار معاك. اشكرك. اشكرك.